هيلو، عمرك سمعت عن حدا ما بيقتنع بالجاذبية أو مثلاً بنكر نظرية فيثاغورس؟ على الأغلب لا، لكن هل قابلت حدا بنكر التطور؟ أوه، افتح الفيسبوك، افتح يما ما أكثر مع دول. اليوم رح تعرف أهم المفاهيم الخاطئة عن التطور. She makes awesome videos. نخش بالموضوع على طول. 1. التطور مش حقيقة بل مجرد نظرية. هذا المفهوم منتشر جدا بسبب الخلط بين الاستخدام العادي العامي لكلمة نظرية وبين الاستخدام العلمي إلها. لما يكون عندك نظرية عن صاحبك ليش ما حسب حسابك بالغداء، ما بتقدر تيجي تقارنها بنظرية علمية. النظرية هي تفسير لظاهرة طبيعية وشرح كيف بتشتغل، وهذا التفسير بيكون مدعوم بأدلة وتجارب وتنبؤات دقيقة كتيرة وقاطعة. يعني مش والله أنا حاسس، عندي إحساس جاي على بالي يكون صح ومؤمن بالموضوع، لا، بل بالدليل والإثباتات. وكونها نظرية علمية فهذا اعتراف بقبولها بالمجتمع العلمي. يعني نظرية التطور مش زي نظرية المؤامرة يا حبيب الماما. 2. مدام إحنا طورنا من القرود، ليش لسه في قرود؟ أما هاي فهي ثاني أسدج جملة ممكن تسمعها عن التطور. شوف، جد 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 جدك ما كان شمبانزي، جد 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 الشمبانزي ما كان شمبانزي، بل كان نوع من القرود، ومنه طلع 2 فرع تطور مع الزمن وصار اسمه شمبانزي، وفرع تطور مع الزمن وصار اسمه الإنسان البشري اللي هو أنت. هذا فرع من الثدييات طبعا. رقم 3. طب ما دام التطور موجود، ليش ما تطورنا كلنا وصرنا خارقين سوبرمان؟ ليش مش كلنا صرنا سوبرمان؟ طيب شوف، واحد من آليات التطور هو الانتخاب الطبيعي، واللي بيؤدي لتطور قدرات البقاء عند الكائنات حسب المناسب للبيئة تبعتها. بس مش دائما التطور بيكون تقدمي، بمعنى آخر الطبيعة بتسمح للكائن انه يكون موجود طالما انه قادر يحافظ على بقائه وجيناته. بس مش ضروري الطبيعة تساعدك انه تطور شغلات خارقة، ببساطة لأنك مش محتاجها. كل بيئة تحتاج لصفات معينة. مثلا بجنوب إفريقيا في جماعة اسمهم الأفريكانرز، عندهم انتشار كبير للجين المسؤول عن مرض هانيكتن اللي بدمر الخلايا العصبية، وهيهم لسه موجودين لأنهم لسه رغم المرض قادرين يتكاثروا وينسخوا جيناتهم. فالانتخاب الطبيعي مش مضطر يعطيك جناحات ولا يسمح لك تاكل قوس قزح زي النباتات. كيف الرايمينج أعطيني. البقاء مش للخارق، البقاء للي ماشي حاله، بمشي الحال. بس مع هيك بجوز حبيبتك تشوفك رجل خارق عشان قتلت الصرصور، هيك الطبيعة بتجرحك والجنس الناعم بداويك. رقم 4. وين الدليل؟ هاي النظرية اصلا العلماء ما بيؤمنوا فيها، كيف بدهم يؤمنوا بنظرية مش قابلة للفحص والتجريب والقياس؟ باجي انا بقول لك لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، الدليل الاحفوري والجيني كله موجود، وساعدنا نفهم الكائنات ومن ايش اتطورت، وبالتاريخ احافير الاجناس الانسانية القديمة اللي انقرضت مثلا كلها موجودة ومؤرخة. صح لسه في اشياء ما لقيناها، بس ضروري تفهم شغلة، الناس اللي ايديولوجيتهم ضد التطور بيحاولوا يمسكوا عليه مماسك هيك متضادعة جدا، ويحطوا قائمة بالعيوب. هاي القائمة شافها العلماء وما لقوا إلها أي أساس من الصحة، يعني كله يستند على فهم خاطئ للنظرية أو على تحريف ما فيها. العلم حقل تنافسي، في كتير منافسة ودائما بتطلع أشياء جديدة، ودائما رح تطلع لنا أشياء جديدة بالتطور عشان تعطينا نظرة أشمل. صح ما بنقدر نراقب تطور الإنسان مثلا، لكن بنقدر نراقبه بالكائنات اللي حياتها قصيرة اللي بتخلف وبتموت بسرعة زي البكتيريا والذباب والغيره، ونلاحظ هاي التغييرات على مدى الأجيال. العلم مش شرط ينعمل بس باللابز بالأماكن اللي بنقدر نتحكم بظروفها كتير. هاي علماء الفلك بدرسوا النجوم وهي بعيدة عنهم ملايين السنين الضوئية، والجيولوجيين بدرسوا تاريخ الأرض بدون ما يكونوا عاشوا، ومع هيك كتير عرفنا عن هدول المجالين. التطور بيشتغل بطريقة مشابهة. بالآخر لازم نعرف إنه لا يجوز أن نشكل رأي بدون ما نقرأ أكثر، نقرأ من مصادر علمية محايدة، هاي حطوا لي تحتها 17 خط محايدة. نظرية التطور عبارة عن ثورة حضارية سمحت لنا ناخد سنيك بيك على كيف الطبيعة بتفكر وبتشتغل، وكيف بعد 4 مليار سنة من التطور وصلت الحياة لكائن عاقل بيسأل هاي الأسئلة. فخليك انت هذا الفضول اللي بيسأل، لأنه العلم هو اللي رح ينقذنا. المهم قولولي ايش في مفاهيم خاطئة بتسمعوها عن التطور، خلينا نحكي بالتعليقات شوي. سلام.